بصوا بقى حبايب قلبي، عايزين تعرفوا الطواجن الحلوة دي عملناها ازاي وايه التكات وايه الحركات اللي اشتغلنا بيها؟ تابعوا معايا لاخر الفيديو، ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب وفعلوا الاشعارات، خلوها للكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. شايفين الجمال بقى؟ يلا ندخل بقى على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم هنا من قناة هنا انس. قبل ما ابتدي في الفيديو بتاعي، ما تنسونيش بالسبسكرايب او الاشتراك اسفل الفيديو، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس تخلوا الاشعارات للكل عشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسونيش باللايك لو الفيديو عجبكم. النهاردة هعمل معاكم طواجن المكرونة بالبشاميل، اكلة سهلة جدا وسريعة، تقدروا تعملها في اي وقت كوجبة غدا او كوجبة عشاء، جميلة جدا وفيها كل القيم الغذائية. نبتدي معاكم بالمقادير عشان ما اطولش عليكم الفيديو. معايا هنا حوالي نص كيلو من المكرونة الاقلام، انا طبعا سلقاها في الاول، ومعايا هنا نص كيلو من اللحمة، ومعايا بصل مقطعاه، وكمان معايا عليه فلفل اخضر، لو مش بتحب الفلفل تقدر تستغنى عنه. معايا ايه للبشاميل عشان الناس اللي اشتكت من اللبن الزيادة بيتقل البشاميل او بتحس ان هي تقيلة في الاكل وكده، انا معايا هنا ده كوب وحوالي يعني نص او اكتر من نص لبن، ومعايا هنا ديت المية بتاعت المكرونة المسلوقة، تقدروا تستغنوا عنها بالشوربة او كمان تقدروا تستغنوا عنها بالمية تخففوا اللبن. معايا هنا حوالي 5 معالق او 4.5 من الدقيق عشان نعمل صوص البشاميل. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنبتدي باللحمة، نعصج اللحمة على البوتاجاز، خليكم معايا. اول حاجة معايا هبتدي ان انا عشان نعصج اللحمة، معانا هنا حلة، وهبتدي انزل بالزيت بتاعي. الكمية اللي انتي تحتاجيها ممكن تستبدليها بسمنة، وممكن تستبدليها سوري بزبدة، بس انا هحط الزيت بتاعي واستنى بس لما يسخن دقيقة. بالشكل ده كده هبتدي ان انا انزل بالبصلة اللي معايا، وهبتدي بس اقبل البصلة صدمة بسيطة جدا لحد ما البصلة تدبل معايا بالشكل ده. سهلة جدا يا بنات وسريعة، اي بنوتة مبتدئة تقدر تعملها، عشان البنات طبعا اللي قالوا اعملها لنا، بس الناس اللي عندها حساسية من اللبن ومنتجات الالبان عموما، زي الجبن اللي احنا حطيناها المرة اللي فاتت في المكرونة لما عملناها في صينية، المرة دي قلنا نعملها سريعة عشان البنوتات اللي لسه مبتدئين، وهنعملها في طواجن عشان كمان نقلل فيها نسبة منتجات الالبان، نقلل منها الجبن اللي احنا حطيناها، طبعا في دي هنستغنى عنها خالص من الجبن، وكمان قللنا فيها الحليب او اللبن. عندنا في مصر بنقول لبن، طبعا اخواتنا اللي في الدول العربية اللي بره حليب، يقدروا ان هم يقللوا فيها زي ما قلت لكم، ممكن تستبدلوا الشوربة بمية المكرونة المسلوقة، او ممكن انكم تعملوها بتوابل، تتبلوا الميه لو منتوش حابينها ميه ساده كده بالمرقه بالشكل ده كده. نستنى بس عليها دقيقه لما تدبل معانا. يلا يا بنات، اللي ما ضغطش على زر لايك يروح يضغط لنا لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وناس كتير تقدر تستفاد من الفيديو بتاعنا. خلاص كده حبايب قلبي، هي بدأت ان هي تدبل معانا، طبعا ما احناش عايزين نديلها لون خالص لان احنا مش بنعمل تسابيك ولا اي حاجة من دي. هنبتدي بقى ان احنا ننزل باللحمة بتاعتنا ونسيبها كده معاها لحد ما تتعصج معانا. معانا اللحمة كده حبايبي بدأت ان هي تتعصج بالشكل ده، نزل بالتوابل اللي معانا. معانا التوابل بتاعتي كمون وكزبرة ناشفة، ومعانا رشة زنجبيل والملح والكبابة الصيني المطحونة، ومعلقة صغيرة او نص معلقة من الشطة، ومعانا كمان التوابل بتاعت اللحمة بالشكل ده. هنزل مع الوصفات بتاعي وهبدأ ان انا ابهر اللحمة بتاعتي او العصاد بالشكل ده عشان تاخد بقية السوا بتاعها في التوابل، وتبقى متبهرة واخدة طعم حلو. اهم حاجة لازم انك تظبطي الملح بتاعها عشان ما تبقاش عد قوي ولا ملح قوي،
بالشكل ده كده. بصوا بقى عشان نعمل صوص البشاميل انا جبت معايا معلقة من الزبدة كبيرة جدا، يعني معلقة او معلقة ونص عشان تعرفوا انكم تظبطوها معاكم، وعليها معلقة من الزيت، وهنزل معايا بالدقيق. الناس اللي حابة تعمل بالبشاميل الجاهز مفيش اي مشكلة، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس بالشكل ده بحيث ان هي تاخد لون ذهبي كده، يعني اللون اللي هو الذهبي، مش تبقى محروقة معايا بالشكل ده كده. هتفكيها كده في الزبدة بتاعتك، شايفين الزبدة بتعمل ازاي؟ التركة دي حلوة قوي بالذات في الزبدة مش بالسمنة، ولو عندك سمنة استخدميها عادي مش مشكلة برضو. بالشكل ده كده، الشكل اللي هو الكريمي الخالص ده. تكاية واحدة بس لما تلقي لونها غير، وبعدين ننزل بالحليب اللي معانا او اللبن ومية المكرونة زي ما قلتلكوا بعد السلق، جميلة جدا وفيها مادة من النشا وتقيلة معانا بالشكل ده كده. اول حاجة هنزل بنص كوب الحليب اللي معايا، مش هنزل بالحليب كله مرة واحدة، ويستحسن الحليب بتاعي يبقى بارد. هبتدي ان انا ادوبها بالشكل ده كده، اول ما نحس ان هي تقلت معانا خلاص انا هنزل كده بمية المكرونة اللي معايا. المهم انكم تحطوا الحاجة باردة مش سخنة عشان ما تكلكعش. هبتدي بقى ان انا اعملها بالمضرب. انا كده حطيت الكوباية التانية معايا من الحليب اللي كان موجود معايا وعملتها من المضرب، شايفين كريمي خالص. هنسيبها بس على نار هادية، اهم حاجة ما تعلوش البوتاجاز عليها عشان الصوص بتاع البشاميل ما يعملش منكم اللي هو الكتل ديت، ما يعملش كتل منكم بالشكل ده ويبقى كريمي. اهم حاجة هنحط بقى التوابل اللي هنحطها للصوص بالشكل ده. معايا التوابل بتاعتي رشة من الملح، ومعايا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعايا رشة من الزنجبيل. ممكن تستغنوا عن الفلفل الاسود بالفلفل الابيض، بس بصراحة مش بتدلها اللي هو اللون ولا النكهة، الطعم اسفة، ولا النكهة بتاعة الفلفل الاسود او الاسمر. بالشكل ده هنبتدي ان احنا نقلب. جميلة جدا والصوص باين عليه كريمي جدا. كده خلصنا الصوص اللي معانا، ده القوام اللي انا عايزاه، شايفين هو مش خفيف على فكرة وجميل. وبنفس الوقت احنا عملنا اللي هو ايه، ما كترناش اللبن عشان برضو الناس اللي بتشتكي من منتجات الالبان والحساسية والكلام ده كله، احنا مخففين اللبن خالص. كده خلصنا الصوص، نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى حبايبي، انا جبت حوالي معلقتين 3-4 كده من اللحمة المعصجة معايا، وعملتهم كمان معايا بالمكرونة في حلة كده، قلبتهم مع بعض. هبتدي دلوقتي اعمل ايه عشان بس المكرونة تبقى واخدة طعم من اللحمة، وكمان ما تبقاش المكرونة سادة كده او بيضة معايا وما فيش فيها لحمة خالص. تمام، هبتدي بقى ان احنا ننزل في الطواجن بتاعتنا. طبعا هي اللحمة كلها تحت مش متقلبة كويس، هبتدي ان انا اقلبها تاني بالشكل ده. معايا هنا الطواجن بتاعتي، هبتدي اول حاجة في الطواجن بتاعتي ان انا هاخد، كويس ان انا عاملاها في كزرلة عشان ايه اعرف اصب كده مع نفسي. بالشكل ده كده هاخد طبقة يعني كويسة من صوص البشاميل اللي معايا بالشكل ده كده. هبتدي ان انا افردها بالشكل ده كده، حطيت طبقة من صوص البشاميل اللي معايا، وهبتدي بقى انزل بالمكرونة اللي معايا بالشكل ده كده. هنحط كمية كويسة يعني، مش بالشكل ده كده. طبعا هي فيها لحمة زي ما قلتلكم، وهبتدي ان انا انزل برضو بلحمة من اللي معايا زي ما احنا بنعمل في الصينية بالظبط. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده مرة، بس كانت فيها جبن وكان فيها اللبن كتير برضو. هبتدي تاني ان انا احط طبقة من المكرونة بتاعتي بالشكل ده كده.
خلاص كده تمام. هبدأ بقى ان انا اظبطها عشان ما تبقاش طالعة كده من الطاجن بتاعي وتتحرق من الجنوب. خلاص كده حبايبي، ده بعد ما انا خلصت الطاجن ده وكملت الطاجن تاني مع نفسي بقى. طبعا حطيت زي ما قلت لكم، بنحط تحت طبقة من البشاميل وبعدين طبقة من اللحمة اللي احنا حاطين عليها برضو لحمة، سوري، مكرونة من اللي حطينا عليها لحمة معصجة، وبعدين كمان حطينا فوقها كمية من اللحمة كويسة، ما تستخسريش في نفسك حاجة كده وحطي كمية كبيرة، وكمان حطيت طبقة من المكرونة وعليها طبقة من صوص البشاميل. هندخلها الفرن وبعدين اوريكم الشكل في النهاية على التقديم. وطبعا فاض معايا كمية عشان محدش يقول لي بس 2 طاجن بالكمية دي، لا فاض معايا كمية تانية، هوريكم بقى الشكل في النهاية، استنوني حبايبي. كده خلاص يا حبايب قلبي، الطواجن بتاعتي خلصت ما شاء الله على الجمال، شكلها يفتح النفس فعلا، جميلة جدا جدا. وزي ما قلت لكم في الفيديو، هي بسيطة جدا لأي بنوتة مبتدئة لسه هتجرب ان هي تعمل حاجة كده سريعة مع نفسها، تقدر ان هي تعملها. تقدر تقدموا معاها بقى فراخ مشوية او فراخ بانيه، او ممكن تاكلوها سادة كده. انا عملت جنبها سلطة خضار عادي جدا، ممكن تعملوها كوجبة سهلة وبسيطة مش مكلفة وجميلة جدا في البيت، وانضف من اللي بتشتريها من برا. يلا شوفوا، شكرا على خير ومع السلامة.